زيكم. موضوع العنصرية، كنت وانا جاي كنت خايف من الوتيرة اللي عمالة بتعلى بتاعت العنصرية ضد المسلمين والعرب والحاجات دي، بس لما جيت مش عارف ما حسيتش بأي حاجة من كده خالص. يعني يمكن انا عشان مش عايش هنا وجاي فسحة، بس انا مش حد غني، يعني اللي هو بيركب التكوسة او بيركب اوبر رايح جاي، لا بالعكس. انا عملت حاجة كده اسمها اويستر كورن، دي بتركب بيها في المترو والتريز، بتركب اي حاجة يعني بيها، تشحنها بتركب بيها زيك اي مواطن عادي جدا. وفيها ميزة كمان ان انت لو عديت مبلغ معين ما بتجيش يحاسبك في اليوم، فدي كانت مريحة اوي بالنسبة لي، ان انا كنت بدفع مثلا 5-6 دولار في ال 5-6، بدفع مثلا 5-6 جنيه استرليني وما بحاسبش تاني بقى، خلاص اركب القطر مرتين ثلاثه والاتوبيس مرتين خلاص انتهت كده، ما حاسبش تاني. والموضوع بالنسبه لي بقى بركب ببلاش وخلاص. ما حسيتش قوي موضوع العنصريه دي خالص، عادي جدا. انا شايف الناس بتتعامل عادي، شايف المحجبات كتير جدا جدا في لندن، اصلا عرب كتير جدا، انا ما اعرفش كتير قوي. يعني اول يوم جيت فيه، فانا راجع من هيثرو متاخر، المطار متاخر حوالي بعد الساعه 12، فانا راكب في القطر كله معظمه يعني عرب، جاي ماشي. الناس اللي شغالين، الوركرز اللي شغالين بالليل فيهم عرب. دخلت الفندق الريسبشنست عرب، فيعني يا جماعه مش كده، انا جاي اتكلم انجليزي كلمتين هيصدوا شويه، الانجليزي اللي عندي هيصدي مش كده يعني، مش حتى في لندن كمان اتكلم عربي. فما لا، ما حسيتش في عنصرية خالص، ما حسيتش ان في حد قاعد عمال بيبص على واحدة محجبة وبيبعدوا عنها، او واحد مسلم ولابس جلابية وعمالين بقى الناس سبيشيس كده منه. بس انا لقيت عموما بعض الاجراءات الاحترازية، يعني على طول في المترو عمالين بيقولوا ان لو في اي حد ساب الشنط بتاعته خلي دايما في المترو، دايما على طول عمالين بيقولوا خلي الشنط بتاعتك معاك، لو في اي شنطة لقيناها وما فيش ليها صاحب هنعمل هنستريت يعني هنمشيها خالص وهنشيلها وندمرها خالص، يعني ندمرها كبيرة قوي يعني، بس هي الترجمة بتاعت ستريت. فلا خالص، حسيتش بأي نوع من العنصرية، أي نوع. حتى أنا مع أصدقائي هنا لما بيعتمد جماعة أصحابي وقعدنا خدنا غدا مع بعض، لا ما فيش، ما حدش فيهم اصلا خالص. ممكن في بلاد تانية حد كان بيكلمني على حاجه في فرنسا، بس في لندن لا، ما فيش اي حاجه في لندن، ما فيش حاجه ولا حد قال لي على اي حاجه. فاعتقد موضوع وتيره العنصريه دي هي حسب الدوله اللي انت فيها، الدايفرستي اللي في الدوله دي ايه، هل هم حاجه كلهم مثلا في دايفرستي، في تنوع يعني في العروق الريس يعني، الناس عرب مسلمين هنود امريكان ولا ما فيش. اعتقد هو ده العامل الاساسي، مش الجو العام اللي هو المحفز للعداء الاسلامي يعني. شكرا.